السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى. النهاردة هنشرح الدرس رقم 82، تقريب الأعداد لأقرب 10 من منهج الرياضيات الجديد للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب. الدرس 82، تقريب الأعداد لأقرب 10، والشرح من كتاب الأضواء مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. تقريب عدد مكون من رقمين إلى أقرب 10. هنا عند التقريب لأقرب 10 في عدد مكون من رقمين، هننظر إلى خانة الأحاد. ننظر إلى إيه؟ خانة الأحاد. إذا كانت خانة الأحاد 0 1 2 3 4، تظل خانة العشرات كما هي، وبعد كده الأحاد يبقى أصفار، يبقى صفر، والأحاد يبقى صفر. يبقى إذا كانت خانة الأحاد 0 1 2 3 4، خانة العشرات تظل كما هي وخانة الأحاد تبقى صفر. طب إذا كانت خانة الأحاد 5 6 7 8 9، 5 6 7 8 9، تزيد خانة العشرات بمقدار 1. يبقى إذا كانت خانة الأحاد 5 6 7 8 9، خانة العشرات نزودها 1 وخانة الأحاد تبقى 0. فهنا هيقول لنا إذا كانت خانة الأحاد 0 1 2 3 4، تظل خانة العشرات كما هي. أما إذا كانت خانة الأحاد 5 6 7 8 9، تزيد خانة العشرات بمقدار 1 مع وضع صفر في خانة الأحاد في كلتا الحالتين. هنا مدينا مثال العددان 43 و47. فهنا عندك 47 الأحاد بتاعها 7، يبقى نزود العشرات 1 والأحاد يبقى صفر، يبقى التقريب إلى 50، تقرب إلى 50. أما 43 الأحاد بتاعها 3، يبقى هنا العشرات زي ما هي والأحاد يبقى صفر، يبقى التقريب لأسفل إلى 40. يبقى هنا عندنا 47 أقرب إلى 50 و43 أقرب إلى 40. هنشوف مع بعض تقريب أي عدد مكون من رقمين إلى أقرب 10 من خلال المخطط. هذا مخطط الأعداد، مخطط المئة. عندك 1 2 3 4 يقرب إلى صفر. 11 وال12 التلاتة وال13 وال14 تقرب إلى 10. 21 22 23 24 تقرب إلى 20، وهكذا. يبقى الأرقام اللي باللون الأزرق التقريب بتاعها يكون إيه؟ يكون لأسفل. يبقى هنا إيه؟ 94 93 92 91 تقرب إلى 90. أما الأرقام باللون الأحمر اللي هي 95 96 97 98 99، التقريب بتاعها لأعلى تقرب إلى 100. 85 86 87 88 89 تقريبها 90، يبقى التقريب لأعلى، يبقى هنزوده خانة العشرات 1. أما هنا خانة العشرات تظل زي ما هي والأحاد يبقى صفر. هنحل مع بعض نشاط رقم 1، استخدم المخطط السابق لتقريب الأرقام الآتية لأقرب 10 كما بالمثال. المثال مدهولنا 95 أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى 100. طب هنا 74 أقرب إلى إيه؟ أقرب إلى 70، نكتب هنا 70. 68 أقرب إلى 70، نكتب هنا 70. 21 أقرب إلى 20، نكتب هنا 20. 89 أقرب إلى 90، نكتب هنا 90. 18 أقرب إلى 20، نكتب هنا 20. نشاط رقم 2، قدر ناتج الجمع والطرح باستخدام التقريب كما بالمثال. المثال بتاعنا هنا هيقول لك 24 زائد 36. 24 يتم تقريبه لأسفل ليصبح 20، أما 36 يتم تقريبه لأعلى ليصبح 40. طب 40 زائد 20 60، والتقدير هنا يكون إيه؟ 60. مثال تاني، 67 ناقص 19. 67 يتم تقريبه لأقرب، 67 يتم تقريبه لأعلى ليصبح 70.
أما التسعتاشر يتم تقريبه لأعلى ليصبح 20. 70 ناقص 20 50، والتقدير هنا يبقى كام؟ 50. رقم ألف 28 زائد 13. 28 يتم تقريبه لأعلى ليصبح إيه؟ ليصبح 30. طب هنا عندنا 13 يتم تقريبه لأسفل، هنا الأحاد بتاعه 3 يبقى يتم تقريبه لأسفل ليصبح 10. هنا عندنا التقدير 30 زائد 10 40، يبقى التقدير هنا 40. طب رقم ب 81 ناقص 59. 81 يتم تقريبه لأسفل ليصبح 80. 59 يتم تقريبه لأعلى ليصبح 60. طب 80 ناقص 60 20، يبقى التقدير هنا ايه؟ 20. نكتب هنا 20. طب في رقم ج 76 ناقص 34. 76 يتم تقريبه لأعلى ليصبح 80، نكتب هنا 80. 34 يتم تقريبه لأسفل، نكتب هنا أسفل، ليصبح 30. طب هنا 80 ناقص 30، يبقى هنا الناتج 50، يبقى التقدير هنا ايه؟ 50، نكتب 50. طب في رقم د 44 زائد 35. 44 يتم تقريبه لأسفل ليصبح 40. طب 35 يتم تقريبه لأعلى ليصبح 40. طب هنا 40 زائد 40، يبقى التقدير 80، نكتب هنا 80. نشاط رقم 3، قدر ناتج الجمع والطرح باستخدام التقريب باستخدام المخطط كما بالمثال. هنا مدينا المثال 58 زائد 24. هنا أحاد 8 يبقى التقريب يبقى كام؟ 60، يبقى 58 تقريبها 60. طب 24 هنا الأحاد 4 يبقى التقريب يبقى 20. 60 زائد 20 يساوي 80. مثال تاني 83 ناقص 26. هنا الأحاد 3 يبقى التقريب 80، وهنا الأحاد 6 التقريب 30، يبقى نقول 80 ناقص 30 يساوي 50. هنحل مع بعض رقم ألف 67 زائد 18. طب هنا 67 هنا أحاد 6 يبقى التقريب لأعلى، يبقى هنا التقريب يبقى 70، فنقول 70. هنا 18 أحاد 8 يبقى التقريب لأعلى، يبقى التقريب إلى 20، نكتب هنا 20، فنقول 70 زائد 20 يساوي 90، نكتب هنا 90. طب في رقم ب 71 ناقص 22، هنا أحاد 1 يبقى التقريب لأسفل يبقى تقريب 70، نكتب هنا 70. ناقص 22 هنا أحاد 2 يبقى تقريب لأسفل يبقى تقريب لـ20، يبقى ونكتب هنا 20، فنقول 70 ناقص 20 يساوي 50، نكتب هنا 50. في رقم ج 34 زائد 11، 34 أحاد 4 يبقى التقريب لأسفل يبقى هنا يقرب إلى 30، نكتب هنا 30. زائد 11 هنا الأحاد بتاع 1 يبقى التقريب لأسفل يبقى هنا يقرب إلى 10، يبقى 30 زائد 10 يساوي 40، نكتب هنا 40. في رقم د 54 ناقص 39، 54 أحادها 4 يبقى يقرب لأسفل تقرب إلى 50، والـ39 أحاد 9 يقرب إلى أعلى يقرب إلى 40، نكتب هنا 40، فنقول 50 ناقص 40 يساوي 10، نكتب هنا 10. نشاط رقم 4، قدر ناتج مسائل الجمع والطرح باستخدام التقريب لأقرب 10 كما بالمثال. المثال بتاعنا 78 ناقص 14، هنا 78 تقريبها 80 والـ14 تقريبها 10، 80 ناقص 10 70. طبعا يجي رقم ألف 82 زائد 18، 82 تقرب إلى 80 والـ18 تقرب إلى 20، فنقول 80
زائد 20 يبقى هنا ايه 100، الناتج 100، نكتب هنا 100. 44 زائد 27، هنا 44 تقرب الى 40، احد بتاعها 4 يبقى تقرب الى 40، وال27 تقرب الى 30، احدها 7 يبقى تقرب الى 30، فنقوله 40 زائد 30 الناتج 70، نكتب هنا 70. طب رقم جيم 68 ناقص 31، ال68 تقرب إلى 70، وال31 تقرب إلى 30، فنقول 70 ناقص 30 هنا 40، الناتج 40. في رقم د 73 زائد 11، ال73 تقرب إلى 70، وال11 تقرب إلى 10، فنقول 70 زائد 10 80، نكتب هنا 80. طب رقم ه 32 ناقص 15، ال32 تقرب إلى 30، وال15 تقرب إلى 20، يبقى نقول 30 ناقص 20 الناتج 10، نكتب هنا 10. وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة، أرجو تكونوا استفدتوا معانا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.